القوة الكهرومغناطيسية هي ثاني أقوى قوة أساسية، وتلعب دورا جوهريا في تشكيل العالم كما نعرفه. فإلى جانب دورها في استقرار الذرات، فإنها تحدد مجموعة فريدة من الخواص لكل عنصر. هناك حوالي 90 عنصر طبيعيا على الأرض، والتي تتحد بطرق لا حصر لها لتشكل الجزيئات والهياكل التي نراها في الكون. فإن الذرات وتفاعلاتها الكهرومغناطيسية هي التي تهندس كل شيء حولنا. ولكن هنا لغز. إذا كانت البروتونات الموجودة داخل النواة مشحونة بشحنة موجبة، فيجب أن تتنافر مع بعضها البعض بقوة بسبب التفاعل الكهرومغناطيسي. إذن فلماذا لا تنهار النواة؟ الجواب يكمن في واحدة من أقوى قوى الكون، إنها القوة القوية التي تعمل على مسافات أصغر من مقياس الفيمتومتر. تتولى القوة القوية زمام الأمور وتتغلب على التنافر الكهرومغناطيسي بين البروتونات. إنها أقوى بحوالي 137 مرة من القوة الكهرومغناطيسية داخل النواة. تعمل هذه القوة على إبقاء البروتونات والنيوترونات معا، ولكن السر الحقيقي أعمق من ذلك. تتكون البروتونات والنيوترونات من جسيمات أصغر تسمى الكواركات. هذه الكواركات تأتي في 6 أنواع أو نكهات، ويوجد داخل البروتون والنيوترون 2 منها فقط، وهما الكواركات العلوية والكواركات السفلية. إذا ما كبرنا الصورة أكثر لننظر داخل البروتون أو النيوترون، فسنجد القوة القوية المؤثرة. تقوم الكواركات الثلاثة بتبادل الجلونات بشكل مستمر، وهذه الجلونات هي حاملات القوة القوية. هذه القوة الجاذبة هي قوية بشكل لا يصدق. إنها قوية جدا وتعمل على مسافة الفيمتومتر، وهذا ليس كل شيء. إذا حاولت فصل الكواركات عن بعضها البعض، فإن القوة بينها تزداد أكثر، تماما مثل ما لو كنت تسحب زنبرك. هذه القوة القوية هي المسؤولة عن الاستقرار الأساسي للمادة. هذه القوة الهائلة هي أيضا ما يغذي الاندماج النووي في النجوم، حيث تتحد النواة الأخف لتشكل أنوية أثقل وتطلق كميات كبيرة من الطاقة. إنها نفس الطاقة الناتجة عن القوة القوية في نواة الذرات التي يتم إطلاقها في القنابل النووية، والتي توضح الكمية المذهلة من الطاقة المحبوسة داخل الذرة.